وللوقوف أكثر على حالة الفساد الحكومي المتنامي في كل مفاصل الحكومة في العراق وتداعيات ذلك على فتح مجالات الاستثمار، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله سيدي. أستاذ حسين، أزمة الفساد الحكومي في العراق كبيرة ومتنامية ومتزايدة ومتراكمة مع كل أسف. برأيك هل الفساد أمر عشوائي؟ أما أن هناك شبكة مصالح معقدة مرتبطة بدول وشخصيات وميليشيات تلعب هذا الدور في مراكمة الفساد وحماية الفاسدين في العراق؟ نعم، الفساد في العراق هو حالة منظمة وليست عشوائية، وهو حالة مرضية مزمنة مستديمة لا يمكن علاجها بالطرق التقليدية، لأنه الفساد في العراق ضرب جميع مفاصل الدولة من القاعدة إلى الهرم وبالعكس، وبنفس الوقت هو محمي، يعني الفاسدين محميين سواء من كتل سياسية أو من ميليشيات وما إلى ذلك. فبالتالي يعني هو أصبح حالة مزمنة مرضية مزمنة مستديمة ولا يمكن علاجها بالوسائل التقليدية اللي قاعد تطرحها الدولة. نعم، طيب هذا الفساد هناك في الحقيقة يعني محاولة تغطية من الأحزاب والميليشيات على الفساد والمفاسدين، كأن حتى الطائفية والمحاصصة وصلت إلى التغطية على ملفات الفساد، لأن الجميع على ما يبدو مستفيد، يعني لا يوجد هناك حرب حقيقية على الفساد والفاسدين. لا، شوف، بالنسبة للفساد الكل تساووا به، يعني اليوم ماكو فرق بين خلينا نقول الكتل السنية والكتل الشيعية في قضية الفساد، هم متساوين، جميعهم متهم فيه. الطائفية في القضايا الأمنية واستخدام السلاح والسلاح المنفلت في هذا المجال، نعم موجودة، أما في الفساد لا، هم متساوين جميعا ومشتركين جميعا في نهب المال العام. ولهذا السبب اليوم نجد أنه قلة من المسؤولين من يتكلم عن الفساد، وإن تكلم عليه كان كلامه ليس عن استحياء وإنما مقابل ابتزاز وليس للإصلاح. يعني عندما تجد بعض المسؤولين يتكلمون عن حالة فساد في منطقة ما، لعله هذا الحزب أو لعله هذا المقاول أو هذه المنطقة لا تنتمي إلى حزبه أو هو غير مستفيد منه، فبالتالي هو هذا الكلام نوع من أنواع الابتزاز وليس من باب الإصلاح. ولهذا أنا أقول لك أنه حالة الفساد في العراق حالة مرضية من الصعب ولا يمكن علاجها بالوسائل هذه اللي قاعد تطرح. طيب، ما الدور الذي تلعبه الميليشيات في هذه الشبكة المعقدة وحماية الفاسدين ولصالح من تعمل في النهاية يعني؟ يعني الميليشيات اليوم سيطرت على مفاصل الدولة وخصوصا على مجال الموارد المالية والمقاولات ومجال الاقتصادي كامل، وأصبحت من أهم الموارد التي تدير بها أحزابها وأعضائها في فصائلهم الميليشياوية من خلال المال الفاسد ونهب المال العام، وحتى وصلوا إلى نهب ابتزاز الناس ميسروع الحال أيضا يدفعون لهم. ولهذا السبب أنا أعتقد الميليشيات هي عامل رئيسي في الفساد في العراق وهي حامية الفساد فيه. لعل موضوع الفساد كان من أهم الأسباب التي دفعت الشباب العراقيين للثورة على النظام الفاسد. يعني أمس كنت أستعد لتحضير للأخبار وقرأت خبرا غريبا أن مجموع الموازنات للسنوات ما بعد الاحتلال من 2003 حتى الآن، الموازنات في الدولة العراقية وصلت إلى 1500 مليار دولار. هذه، وحتى أن أحد النواب على ما أظن أو القادة في العراق علق على الأمر قائلا بأن هذا المبلغ كفيل ببناء دولتين بحجم العراق في صحراء خالية لا حياة فيها. هل يعقل هذا أستاذ حسين أنه 1500 مليار دولار تصرف وتهدر والعراق بهذه الحالة لا بنية تحتية ولا تحسين لوضع الموظفين؟ يعني قضية خطيرة. نعم، هذا غياب المشروع الوطني ووجود الفاسدين وغياب الرقابة الحقيقية، وهناك أيضا لا ننسى أنه غياب الرقابة الدولية. اليوم حتى الفاسدين عندما يخرجون إلى دول أخرى
الانتربول وغيره يغض الطرف عنهم ولا يحاسبهم، لأن الحكومة أيضا لا تطالب بهم. فبالتالي كل ما يطرح هو حقيقة 1000 مليار 1500 مليار، ليس يبني دولتين، يبني قارة. قد يجوز القارة الأفريقية لا تساوي ميزانيتها بقدر هذه الميزانية. نعم. ولكن المشكلة أنه في حماية الفاسدين وغض الطرف عنهم، سواء في المحاكم الدولية أو المحاكم المحلية. الفساد في العراق يا سيدي هو آفة، ويعني دمر المجتمع العراقي. وثورة تشرين عندما انتفاضة تشرين عندما خرجت إلى الشارع وطالبت الفساد، كان واحدا من المطالب التي طالبت بها هو إعادة المال العام إلى خزينة الدولة. لكن للأسف لم يرجع أي مال من أموال الفاسدين. من الذي سيعيد المال يعني في النهاية أستاذ السين؟ لا يمكن. نعم. هؤلاء الطبقة السياسية لا تعيد مالا يعني مسروقا إلى خزينة الدولة، بل هي تسرق الخزينة، ما تبقى بالخزينة. نعم. وبالتالي يحتاج أنه إلى عملية سياسية جديدة مبنية على أسس وطنية وعلى مشاريع. نعم. وطنية تحاسب المقصر ويعني تكرم المبدع. هذا العامل غائب يعني في العملية السياسية في العراق. مجموعة فاسدين على نهب المال العام، وبالتالي من يحاسب من؟ لا يمكن. هذا الكلام أستاذ حسين دفع تقارير لمنظمات عالمية كبيرة للتأكيد بأن العراق وفي ظل حجم الفساد الذي يضربه منذ سنوات طويلة يمكن أن يحتل المرتبة الأولى خلال سنوات قليلة على مستوى العالم في الفساد. يعني وهنا اسمح لي أتوقف هنا. العراق لم يكن يوما بلدا أو نظاما بهذا الحجم الكبير والضخم من الفساد. هناك من يفسد العراق، وهناك دول تشترك في هذه الجريمة وتنهب خيرات العراق. هل لإيران، أو ما طبيعة الدور الذي لعبته إيران والدور الإيراني الذي أوصل العراق إلى هذا الوضع؟ يعني عندما تهيمن إيران على القرار السياسي والأمني، فمن البديهي أن تهيمن على الاقتصاد الوطني العراقي. عندما إيران تعاقب بعقوبات أمريكية على اقتصادها، بالتالي لا وهي مهيمنة على العراق، لابد أن تعالج مشكلتها الاقتصادية من خلال بوابتها من خلال العراق. ولديها حلفاء كثيرين، بل أتباع وليس حلفاء كثيرين، ممن يخدمون إيران أكثر ما يخدمون بلدهم العراق. وإيران هي أحد العوامل الأساسية في نهب المال العراقي ونقله إلى الخارج، إضافة لدول أخرى. الولايات المتحدة واحدة من هؤلاء التي نهبت أيضا العراق. بالتالي العراق، أنا قلت لك أنه الفساد في العراق هو محمي داخليا وخارجيا، ولا بد أنه ولا يمكن معالجتها بهذه الوسائل، لأنه الفساد محمي في العراق، محميا في العراق. وعندما يحمي في العراق، طيب يعني هناك محاولات من الكاظمي كما تعرف، يعني اولا هو يقول دائما انه سيحارب الفساد، ويعتقل هنا وهناك. مثلا مدير المنشاه العامه للحديد والصلب ومدير شركه الاسمنت اعتقلا على خلفيه الفساد. هل تعتقد بان هذا كافي لمحاربه الفساد في العراق؟ لا، هذه تقزيم لعمليه الفساد، وهذه الاجراءات هي ما هي الا ذر الرماد في العيون ودعاية انتخابية واستهلاك محلي. اليوم الفساد، نعم مدير عام فاسد ممكن، ولكن لمن ينتمي هذا المدير؟ ومن شغل هذا المدير؟ ثم ما هي نتائج اللجان التحقيقية التي شكلها الكاظمي؟ لحد الآن لا نعرف شيء. اعتقل مدير البطاقة الكي كارت، اعتقل مدير دائرة التقاعد، لكن ما هي نتائج التحقيق؟ لحد الآن لا نعرفها. ولا يقف الفساد عند مدراء فقط، بل الفساد في البرلمان وفي الحكومة وفي كتل سياسية وميليشياوية وإلى آخره. فبالتالي هذه هي مجرد ذر الرماد في العيون، وأكثر من هو استهلاك محلي. لا يمكن معالجة الفساد في العراق بهذه الوسائل البسيطة. كيف ينتظر أن تفتح دول العالم يعني خزائنها للاستثمار ومشاريع الاستثمار في العراق، والوضع على ما هو عليه من الفساد المستفحل هناك؟ لا، هو لا يمكن لدول العالم أن تفتح استثمار في العراق إلا أن تكون هي من تحمي استثماراتها، وهذه أيضا تمس السيادة العراقية. وأعتقد قضية الصين واردة اليوم، عندما إذا أرادوا أي دولة أن تستثمر في العراق فهي من تحمي منشآتها، لأنه تدرك جيدا أن الميليشيات سوف تبتزها وتأخذ نسبتها منها وإلى آخره. فأعتقد أنه لا يمكن لأي دولة اعتيادية أن تقوم باستثمار، وخاصة دول الخليج التي تكلمت عن استثمارات بمبلغ 3 مليارات. أنا أعتقد هذه هي تغطية وتورية، هي هبات أعطتها السعودية والإمارات إلى العراق مقابل مواضيع أخرى
لا علاقة لها بالاستثمار، ولكن لابد أن يسوق الأمر على أنه استثمارات في العراق. أين تستثمر السعودية في العراق وأين تستثمر الإمارات؟ لا يمكن أن تستثمر في أي مكان، هو ملعب في منطقة اليوسفية نقلوه إلى مناطق أخرى ذات أغلبية طائفية. تصور هو هذا النموذج، هل تستطيع دولة تستثمر فيه؟ في كل يوم الإعلام العراقي يشتم السعودية ويشتم الخليج، هل تستطيع أن تستثمر به؟ لا، هذا الأمر ليس كذلك، وإنما هي هبات سميت استثمارات حتى تكون لها تغطية وتورية إعلامية. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي.